معقول يا ليلى؟ معقول يا حبيبتي؟ معقول واحدة ست عاقلة زيك تكدب جوزها أبو بنتها وتصدق حتة عيل صايع زي اللي اسمه سمير ده؟ يعني أنت ما بتعرفش عليا واحدة تانية يا شعبان؟ هو يا ليلى أنت لسه هتسأليني تاني يا حبيبتي؟ معقول برضه نعرف واحدة تانية عليكي؟ ده أنت مراتي وحبيبتي وأم بنتي. طب اثبت لي اللي أنت هتأمري بيه أنا هنفذه حتى لو على رقبتي. مليون دولار؟ نعم. عشان أضمن مستقبلي ومستقبل بنتي. طب استني يا ليلى استني، احنا لسه ما خلصناش كلام. يا ليلى اسمعيني، انا خلصت كل الكلام. طب مش هينفع كده بنقعد نتكلم مع بعض؟ الموبايل يا بنتي، الموبايل ياسمين يا بنتي. ايه يا ياسمين؟ ادي الموبايل لعمك صالح. ما هو اللي مش راضي يخليني اكمل فرجه على الفيلم بتاعك انت وعمو سمير. فيلم ايه؟ تأمرني بحاجه حضرتك؟ تأمرني بحاجه؟ لا شكرا يا عم صالح. العفو. انت العفو يا بيه. فيلم ايه ده يا ياسمين؟ فيلم بتاعك انت ومامي وعمو سمير. انا ومامي وعمو سمير؟ شفتيه على الموبايل بتاع مصالح؟ ايوه يا بابي، ده حتى متصور هنا. هنا؟ وكان فيه الفيلم ده كلام. كلام زي ايه؟ عمو سمير كان بيقول عملية بطاطا. الو سمية دي معايا؟ ايوه يا بنتي، انا عمك صالح اللي قابلتك في المحكمه. ايوه ازيك يا عم صالح؟ انا معايا دليل يمكن يساعد على براءه الست قطاطو من التهمه اللي لابساها دي. صحيح يا عم صالح، يا ريت الله يخليك. عارف الكافيتيريا اللي في وسط البلد اللي ورا المساكن؟ هقابلك هناك يا عم صالح. هنسيب المرة اللي اسمها قطاطة دي تتبغدد في وسطينا؟ على قولك يا معلمة، دي نفشة ريش على الآخر. وقال إيه؟ بياخدوها بالليل ينيموها في زنزانة لوحدها، وتاني يوم الصبح يطلقوها علينا عشان تنكد علينا عيشتنا. يا نفسي أطبق في زمارة رقبتها كده أهو، أم واخداها كده وأعزف عليها، وفي سناني اللولي دول أقرقش عظمها اللي عاملة نفسها أنوسة ودماغ حاجه تقرف. بقول لكم ايه، سيبيني انا عليها يا معلمه سلامات، اديني انت بس الاذن وانا اكسر لك مناخيرها. حرام عليكم يا نسوان، دي ست كبيره وممكن تروح فيها. ايه حنيتي ولا ايه؟ امال فين قلبك الميت؟ ولا كانت اشاعات؟ لا يا اختي ما كانتش اشاعات، انت عارفه قلبي كويس، اياكش تموتوها وانا معاكم. ماشي، نفضوا انتوا يا نسوان وسيبوني انا بقى عليها. إما طينت عيشتها ما بقاش أنا أرجح. تعالوا. وبعدين يا أختي هنفضل ساكتين كده وعاملين ودن من تين وودن من عجين وهنطرمخ على الست قططة دي غلبانة؟ نطرمخ إزاي؟ دي قططة حبيبة القلب. ما ينفعش يا كوثر. لا لا لا، أنا لا يمكن أسيب النسوان الغجر دول أبدا يلعبوا بيها. على الأقل نعرفها ونقول لها عشان تاخد بالها. صح، ايه رأيك؟ يلا بينا. يلا. يا دكتور اسماعيل، يا دكتور اسماعيل. قطاطة. اسماعيل مين يا خلبوسة؟ اسماعيل؟ أنا جيت سيد اسماعيل؟ أنت قلتي. ما هو الأول ما شافني كان بيسبرني. معرفش بقى ده كان بيسبرني ولا بيسبرني. قطاطة، هو انت ممكن تبقي لسه بتحبي في السن ده؟ ليه يا اختي؟ وانا امال انا شبابي زيك؟ انت فاكره نفسك صغيره يا قططه؟ طبعا يا حبيبتي، شباب القلب. وشوف انا قلبي قد ايه. طب بقول لك ايه، بما انك عندك اكسبيرينس في الحب. عندي ايه؟ اكسبيرينس. اكسبيرينس؟ ايه اكسبيرينس دي؟ يعني خبره قططه، خبره. خبره؟
اهي بيئة. انا بيئة. كلامك كله بيئة. ماشي انا بيئة. طب بقولك ايه، بما ان عندك خبرة يعني مع بتاع الكبدة والجنوط وفقش وابو الهول، ده تهرسوا تحت المن، تهرسوا كده، ده انا سافلتهم كلهم. هو تعمل لي في ايدي حاجة كنت مبروك عليهم. كان زمان هو نفعني حد فيهم دلوقتي بدل ما قاعدة بقعد في الحيطة. طب بقولك ايه، هو اللي بيحب بيحس بايه يا قطاطة؟ محمودة، بيحس بمحمودة. ليه بقى؟ القلب بيقعد يدق 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 كده وبيرمي ويطفح بقى الحاجات دي، فتعمل حموده كده تحس ان انت مبسوطه وفرحانه وفشخه ضبك، مش فاهمه ليه؟ كده الحب. بس انا عمري ما حسيت بحموده. ان شاء الله ربنا يرزقك ابن الحلال اللي يجيب لك حموده. هو ساعات يعني لما بتحكي لي عن الليمبي والحواديت وكده بحس ان انا ابتديت احبه. حبيبي. الليمبي. نحن الليمبي. تعالى يا تعالى يا تيتر معانا يا ديمبي. يا ده الليل والنهار اللي الواحد عمال. بص بقى يا جدعان، انا جاي في مصلحه وهتكل على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انتي وبرنس عفان، ماشي؟ انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هي 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 هي. من انت؟ انا اللمبي. حسنا حسنا، اقتلوا هذا اللمبي. اقتلني؟ اوعى يا عم الحاج، اوعى يا ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى اللون، اصحى اصحى لما نحقق عم الحاج. حسنا اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتله. انا اقتل النفس ايها الامير الروح غاليه. حسنا انت الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف.
كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف في مره ندواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السونجا. سلم بي. ليه؟ ما هي السونجا؟ السونجا السونجا هي عباره عن ايه؟ عباره عن السفوريا يعني. سفوريا حته كده مبرططه وحلوه. عجل عارفه. اكمل. بعد الزهاكة دخل عليا فرحت ظرف انا بقى من تحت الباطه وكده وطلعتك ورحت جايبها له. الدم ده بقى ايه؟ نفوره. ورحت ظابطها له من تحت فراح ظبطت الدنيا. حببت انت. ومات. مين ده اللي مات؟ هذا الشخص. لا ده هو لسه بيتفرفل لحد دلوقتي. الدم رفير. امال ايه؟ كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا. بيه. سلم بي. يس. ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا ريس. لقد عينت سيرلين بي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك وباللاسافوريا. بالسافوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شنطه كده ده حلو قوي. اجل للسلخ ده اقلبه معك. اقلبه معك ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطه منه دي بص كده اهو مغرقه دم كده. اوعى رائع. ايوه رائع سيرلين بي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ايه؟ يا حرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد؟ هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق الصوب بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد للجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكل مصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينة نصر. مصر ايه؟ مدينة نصر؟ أيوة. مدينة مصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر ايوه. وعباس العقاد. حسن لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شمع. وياسر شمع. والنصرية يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا أحلى سلامة عبدالعالم سلامة عبدالعالم سلامة عبدالعالم سلامة سير لومبي. عيوني لك ما شئت يا تعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شوية بقى اهدى. دي اختي وانت اختي. يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق. عيب. لا هذا كلام يخرج من قلبك. نعم ملخر. انا اصدقك. ميرسي قوي. شكرا. انت حبيبي مش كده ولا ايه؟ بس انا قوي حببت انت. ما تديني دي. أحب أعرفكم بنفسي. أنا ليني مدرب كونغ فو جديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء، بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟ خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة. خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوه
لازم تخلع له قدامك. مبدئيا كده